هيا يا ابنائي وبناتي المميزين، استخرج ما يلي. هيا يا ابنائي، رقم ألف مرادف عدم تركيز. عدم تركيز يا ابنائي وبناتي ورد في الفقرة وهو كلمة ايه؟ شرود. جمع تدريب، تدريبات، ورد في الفقرة ابنائي تدريبات. هكذا يا ابنائي وبناتي بتكون الاختبارات، بيعطيك فقرة ثم يأتي بأسئلة كلمات يأتي بها من عنده وأنت تقوم بحل هذه الأسئلة من خلال قراءتك للفقرة، يعني الإجابة موجودة في الفقرة. مضاد ابتداء ورد أبنائي في أول سطر في الإيه؟ في أول سطر وهو نهاية، يبقى مضاد ابتداء نهاية. مفرد قلوب ورد في الفقرة أبنائي قلب. ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات الآتية، ثلاث عبارات أبنائي وبناتي منها الصحيح ومنها الخطأ، تعالوا نقرأها حتى نعبر عنها بالصحيح أو الخطأ. واحد، كانت سما من ذوي الإرادة. طبعا أبنائي إجابة خاطئة، فحيث أن سما كانت إيه؟ طبيعية، تتكلم وتقرأ مثل زملائها، ولكن كان ذوي الإرادة والدها ووالدتها. اثنين، سما من الطالبات الموهوبات في الإلقاء. نعم أبنائي وبناتي، لذلك شاركت مع زملائها وزميلاتها في الإلقاء، يبقى إجابة صحيحة. ثلاثة، سعد الجمهور من آداء الطلاب وفكرتهم المميزة، وهي فكرة طبعا أبنائي وبناتي لإيه؟ الإلقاء لذوي الإشارة، أو بالإشارة، إلقاء بالإشارة لذوي الإرادة. طبعا إجابة صحيحة. رقم جيم بعد ذلك أجب عما يلي، عما يلي. واحد، اذكر ثلاثة مزايا للطلاب كما فهمت من القصة. المزايا أبنائي وبناتي كما تعلمون أول شيء تعاونهم مع بعض والإبداع الذي أبدعوه والنشاط الذي ينتشر أو النشاط الذي كان يوجد بهم جميعا. اثنين، وطبعا أبنائي وبناتي الحب الموجود بينهم. اثنين، من شارك في الحفل ومن الحضور؟ من الذي شارك في الحفل أبنائي وبناتي؟ بنقول التلاميذ طبعا، والحضور، وحضر الحفل مدير المراحل وأولياء الأمور. هكذا أبنائي وبناتي. اقترح حلا آخر لمساعدة سما. ممكن أبنائي وبناتي نقترح، اقترح أن نستدعي مترجما للغة الإشارة لكامل الحفل. يعني طبعا أبنائي وبناتي ليست الفقرة التي حضرتها سما فقط، وإنما يكون هناك مترجما للغة الإشارة في جميع فقرات الحفل لسما وزملائها وغيرهما، هذا هو المقصود. ننتقل إلى نشاط رقم 2، حاول التوصل لمعنى كلمة أدرك من خلال فهمك السياق. كلمة أدرك يا أبنائي وبناتي، وكثير من الكلمات في اللغة العربية، بل أن معظم الكلمات في اللغة العربية يا أبنائي وبناتي كما تعلمون لها أكثر من معنى، بعكس اللغة الإنجليزية يا أبنائي أن الكلمة لها معنى واحد أو معنيين فقط، إنما في اللغة العربية يا أبنائي وبناتي كما تعلمون الكلمة لها أكثر من معنى. فكلمة أدرك هنا يا أبنائي يختلف معناها من جملة إلى أخرى. فمثلا الجملة رقم ألف، أدرك المسافر الطائرة. أدرك هنا يا أبنائي وبناتي بمعنى إيه؟ لحق. أدرك المسافر الطائرة بمعنى أنه لحقها ووصل إليها، لحقها أو وصل إليها. رقم باء، الصبي أدرك سن الرشد. هنا طبعا أبنائي وبناتي لا نقول أن الصبي لحق سن الرشد، وإنما نقول أن الصبي بلغ، هنا بمعنى بلغ، هنا بمعنى إيه؟ بلغ. أدرك الطلاب الدرس جيدا. أدرك هنا أبنائي لا تعني بمعنى لحق الطلاب الدرس، فالدرس لا يلحق، وإنما أدرك هنا بمعنى أبنائي فهم. هكذا يا أبنائي وبناتي عندما نقرأ الجملة نستطيع أن نفهم من سياقها معنى الجملة. والآن أبنائي المميزين الحلوين الطيبين، تلاميذي الكرام المشتركين في قناة يوسف أفندي المعلم، تعالوا أبنائي وبناتي نقرأ نشاط ثلاثة. ضع خطا تحت الفعل الناسخ ثم استخرج اسمه وخبره مبينا نوع الخبر. تعالوا أبنائي وبناتي، هو طلب مني بيقول لي ضع خطا تحت الفعل الناسخ ثم استخرج اسمه وخبره مبينا نوع الخبر. يبقى إذن أول حاجة بنضع خط. تعالوا أبنائي وبناتي حتى لا مثلا أبنائي نتلخبط في الجمل، نقوم بوضع خط تحت إيه؟ تحت الفعل الناسخ قبل كل شيء. ألف، كانت الأجواء عاصفة. كانت الأجواء عاصفة. لاحظوا أبنائي وبناتي أن الفعل الناسخ في هذه الجملة هو كانت.
طيب الجملة رقم ب، أمسى الجميع بصحة جيدة. الفعل الناسخ في هذه الجملة أبنائي وبناتي هو إيه؟ أمسى. رقم ج، أصبحنا متحابين. الفعل الناسخ في هذه الجملة أبنائي وبناتي أصبحنا. باتت الممرضة ترعى المرضى. الفعل الناسخ هنا أبنائي وبناتي باتت. كانت أخلاقه مهذبة. كانت هنا يا ابنائي وبناتي هو الفعل الناسخ. كده يا ابنائي وبناتي استخرجنا الفعل الناسخ في الجملة الأولى، كان، أمسى، أصبح، بات، كان. تعالوا بعد ذلك يا ابنائي وبناتي للطلب الثاني، وهو استخرج اسم كان وأخواته والخبر، ثم بعد ذلك نبين نوع الخبر، هل هو مفرد ولا جملة ولا شبه جملة. أول جملة، كانت الأجواء عاصفة. الاسم هنا يا ابنائي وبناتي يأتي دائما بعد الفعل الناسخ، فطبعا الاسم هنا الأجواء، ونلاحظ أنها مرفوعة يا ابنائي، لأن اسم كان بيكون مرفوع بالضم الظاهر، أما الخبر يا ابنائي وبناتي وهو كان عاصفة وتكون منصوبة بالفتحة، منصوبة إذا كانت مفرد طبعا. طب نوع الخبر هنا يا ابنائي هو كلمة واحدة ليست جملة ولا شبه جملة، فنقول عليها مفرد. أمسى الجميع بصحة جيدة. الكلمة التي جاءت بعد الفعل الناسخ يا ابنائي هي اسمها وهو الجميع مرفوع بالضمة، أما الخبر يا ابنائي وبناتي وهو بصحة، وهو كما تعلمون بصحة، ونوع الخبر هنا يا ابنائي حرف جر واسم مجرور بعده، يبقى اذا جر ومجرور، يبقى اذا نوع الخبر هنا ابنائي شبه ايه؟ شبه جمله، جر ومجرور، نوعه جر ومجرور. بعد ذلك ابنائي وبناتي اصبحنا متحابين. لاحظوا ابنائي وبناتي كلمه اصبحنا هنا، اصبح هي الاسم، اصبح هي الاسم، اما ابنائي وبناتي اصبح هي ايه؟ معذره ابنائي، هي الفعل الناسخ. اما الاسم هنا ابنائي وبناتي فهو ناء الفاعلين. لاحظوا ابنائي اصبحنا يعني نحن، ناء تسمى ناء الفاعلين، هي الاسم. متحابين هنا ابنائي هي طبعا خبر متحابين، وتلاحظون ابنائي وبناتي انها منصوبه بالياء لانها جمع مذكر سالم. النوع هنا ابنائي طبعا كلمه واحده ليست جمله ولا شبه جمله، فنقول عليها مفرد. رقم د، باتت الممرضه ترعى المرضى. باتت هي الفعل الناسخ، الممرضه اسم مفرد مرفوع بالضمة الظاهرة أبنائي، وهو طبعا المبتدأ ولكن بيسمى اسم بات، بنكتب هنا الممرضة مرفوعة بالضم هي اسم بات. أما أبنائي الخبر فهو طبعا إيه؟ ترعى المرضى. ونلاحظ هنا أبنائي وبناتي أن الخبر فعل مضارع، ترعى، يرعى، أرعى، نرعى، فعل مضارع، يبقى إذن أبنائي نوع الخبر هنا جملة فعلية. كانت أخلاقه مهذبة. ركزوا أبنائي وبناتي في هذه الجملة، كانت التاء هنا طبعا تاء التأنيس، أخلاقه، الأخلاق هنا أبنائي وبناتي هي يعتبر اسم كان، يبقى كانت أخلاقه، والضمير هنا الهاء يعود على الإيه؟ على الأخلاق، يعني على صاحب الأخلاق. كانت أخلاق الرجل أو أخلاق الشاب أو أخلاق الولد مهذبة، وهي أبنائي وبناتي مضاف ومضاف إليه، عند الإعراب نعرفها مضاف، أخلاق الرجل مضاف ومضاف إليه في محل رفع اسم كان. لا يهمني هذا الكلام يا ابنائي، ولكن اللي عايزك تعرفه ان كلمه اخلاق هي الاسم، اخلاق هي ايه؟ الاسم. اما الخبر كلمه مهذبه، ولذلك تجدونها منصوبه بالفتحه ابنائي، ونوع الخبر هنا ابنائي بيكون مفرد ايضا. هكذا. والان يا ابنائي وبناتي مع نشاط رقم 4. تعالوا ابنائي وبناتي نقوم بحل هذا النشاط ان شاء الله. طبعا في هذا النشاط ابنائي وبناتي كما تلاحظون بيقول لي ادخل كان او احدى اخواتها على الجمل الاتيه وغير ما يلزم. لاحظوا ابنائي وبناتي هو بيقول لي ادخل كان او احدى اخواتها على الجمله، يعني الجمله عندي ابنائي تلاحظون انها المبتدا مرفوع بالضمه والخبر مرفوع ايضا ابنائي وبناتي، او بمعنى صحيح المبتدا مرفوع والخبر مرفوع، المبتدا مرفوع والخبر مرفوع. الجملة الأولى المبتدأ مرفوع بالضمة، والجملة والخبر مرفوع مضحون مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم، الفتيات مرفوع بالضمة الظاهرة لأنه جمع مؤنث سالم، متفوقات مرفوع بالضمة لأنه جمع مؤنث سالم، الفصول مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة لأنه جمع تكسير، ممتلئة طبعا أبنائي وبناتي تابعة لها فهي خبر مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، أخوك هنا طبعا اسم من الأسماء الخمسة مرفوع بالواو لأنه اسم من الأسماء الخمسة، ذو هنا الخبر وهو طبعا اسم من الاسماء الخمسة مرفوعة بالواو ايضا، وجه طالق، ذو وجه هنا طبعا مضاف اليه، طالق ايضا مضاف اليه، النيل مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، عذب
خبر مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة المائي، هنا طبعا دي عزب مضاف والمائي مضاف إليه. تعال بعد ذلك أبنائي وبناتي نقوم بإدخال كان وإحدى أخواتها على هذه الجملة، الآباء مضحون. عندما ندخل أبنائي وبناتي أحد أخوات كان على هذه الجملة، الآباء تبقى كما هي، ولكن كلمة مضحون الكلمة الثانية ستتغير وتصبح مضحين. هكذا أبنائي وبناتي، ظل الآباء مضحين. هكذا أبنائي وبناتي، دخلت ظل على المبتدأ والخبر، بقي المبتدأ اسمها أو المبتدأ أصبح اسمها وهو مرفوع دائما، والخبر نصب وهو ما دام جمع مذكر سالم ينصب بالياء. الفتيات متفوقات، ماذا يحدث إذا أدخلنا عليها أحد كان وأخواتها؟ أصبحت الفتيات متفوقات. لاحظوا أبنائي ما حدث، الفتيات بقيت كما هي لأنها اسمها، ومتفوقات بعد أن كانت مرفوعة بالضمة، نلاحظ أبنائي وبناتي أن التاء تحتها كسرة، يبقى إذن منصوبة بالكسرة، لأن جمع المؤنث السالم أبنائي وبناتي ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة عندما يكون طبعا أبنائي وبناتي منصوب، لأن كان وأخواتها تنصب. جيم، الفصول ممتلئة. ندخل أحد أخوات كان وأخواتها، كانت الفصول ممتلئة. طبعا أبنائي بالنصب، ممتلئة هنا عليها فتحتين، عليها إيه؟ عليها فتحتين. هكذا أخوك ذو وجه طلق، هتصبح أبنائي وبناتي طبعا أخوك تبقى كما هي، أضحى أخوك ذا، والتغيير سيكون في الخبر وهو ذو سيصبح ذا، خبر منصوب بالألف لأنه اسم من الأسماء الخمسة، احفظوا أبنائي وبناتي، ذا نقول عليها خبر أضحى منصوبة بالألف لأنها اسم من الأسماء الخمسة. وجد طبعا أبنائي مضاف، وطلق طبعا أبنائي وبناتي تابعة أو نعت لكلمة وجه. رقم ه، النيل عذب الماء. عندما ندخل أحد أخوات كان على هذه الجملة فتصبح كالتالي، صار النيل عذب الماء. النيل اسم صار مرفوع بالضمة الظاهرة، أما عذب أبنائي خبرها وهنا تنصب بعد أن كانت مرفوعة تنصب بالفتحة، والماء مضاف إليها تبقى كما هي. تعالوا أبنائي وبناتي النشاط رقم 5، أدخل فعلا ناسخا وغير ما يلزم. تعالوا أبنائي وبناتي ندخل فعلا ناسخا ونغير ما يلزم. الملاعب خضراء، ماذا سيحدث إذا دخل فعل ناسخ أبنائي على هذه الجملة؟ الملاعب تبقى كما هي، أما خضراء ستتغير بعد أن كانت مرفوعة بالضمة سنجعلها منصوبة بالفتحة. أبنائي وبناتي، هكذا أبنائي وبناتي، صارت الملاعب خضراء، خضراء نصبت بالفتحة. المدربون ماهرون، ماذا سيحدث إذا أدخلنا فعلا ناسخا؟ المدربون ستصبح اسم الفعل الناسخ وتبقى كما هي مرفوعة بالواو، وهي كما تعلمون أبنائي جمع مذكر سالم. أما كلمة ماهرون أبنائي وهي جمع مذكر سالم وهو الخبر سيتغير ويصبح منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم، فنقول أصبح المدربون ماهرين. هكذا أبنائي وبناتي ركزوا جيدا. أنت ذو علم، ماذا يحدث إذا دخلنا أحد أخوات كان أو فعل ناسخ من أبنائي؟ ستصبح كالتالي، صرت ذا علم، صرت ذا علم. طبعا صرت أنا أو صرت، هنا أبنائي وبناتي اسم صار هو تاء الفاعل، تاء إيه؟ تاء الفاعل، والخبر هنا ذا سيصبح منصوب بالألف لأن أبنائي وبناتي كما تعلمون هو اسم من الأسماء الخمسة ينصب بالألف بعد أن كان مرفوعا بالواو، ينصب بالألف لأنه دخلت عليه أحد أخوات كان. هكذا أبنائي وبناتي الأعزاء. نشط رقم 6، حدد الخطأ ثم صوبه فيما يلي. أمسينا متعاونون. لاحظوا أبنائي، أمس فعل ناسخ يدخل على الجملة الاسمية التي تكون مبتدأ وخبر، فيسمى الاسم اسمها أو المبتدأ اسمها ويبقى كما هو مرفوع بالضمة الظاهرة، أما خبرها فطبعا أبنائي وبناتي ينصب، ينصب. فنلاحظ هنا أمسينا أبنائي وبناتي، أمسينا متعاونون، نلاحظ أن كلمة متعاونون خطأ، والصواب طبعا أبنائي أمسينا طبعا فعل ناسخ واسمها ناء الفاعلين، أما متعاونون فهي الخبر، فيجب أن يكون الخبر متعاونين وليس متعاونون، لأنه يجب أن ينصب بالياء لأنه جمع مذكر سالم، فتصبح أمسينا متعاونين. هكذا بعد ذلك أبنائي نشاط رقم 7، بيقول لي أكتب خطبة لحفل مولود جديد، طبعا لمين؟ لأختك في البيت بحضور الأهل والأقرباء.
والأصحاب. يبقى إذا يا ابني وبناتي اكتب خطبة لحفل مولود جديد أختك، يعني ممكن يكون المولود هو أختك. فطبعا أبنائي وبناتي الخطبة ستكون عن المولود الجديد وهو الأخت، مراعيا تسلسل الفكر وكتابة الجملة الافتتاحية والختامية والشكر والامتنان والدعوة واختيار المفردات المناسبة مع إملاء خط سليمين بقى عدد كلمات يتراوح من 50 إلى 70. سيكون موضوع صغير إن شاء الله يا أبنائي وبناتي، تعالوا إن شاء الله نقوم بكتابة هذا الموضوع هيا. ولكن تذكروا أبنائي وبناتي، مكونات الخطبة كما تعلمنا يجب أن تكون مكونات الخطبة تحية رسمية أو معتادة. الرسمية طبعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو معتادة. الجملة الافتتاحية السلام والترحيب. موضوع الخطبة المناسبة. بعد كده الشكر والتقدير، أبنائي وبنات نقدم الشكر والامتنان. بعد كده دعوة ونصيحة وهي مهمة جدا. ثم الجملة الختامية هي عبارة عن شكر ووداع. هيا أبنائي وبناتي نقوم بذلك. هيا أبنائي وبناتي الأعزاء، كتابة الخطبة بيكون هكذا. أول حاجة طبعا الجملة الافتتاحية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلي وأقربائي الأحباء وأصدقائي الأعزاء. هكذا يا أبنائي وبناتي بتكون الجملة الافتتاحية، سلام وتحية للأهل والأقرباء والأصدقاء أو المعلمين حسب طبعا أبنائي وبناتي نوع الخطبة. بعد ذلك يا أبنائي بدخل في الموضوع، ببدأ برضو بالترحيب. أهلا وسهلا بكم جميعا في منزلنا، نحن هنا اليوم للاحتفال بمناسبة سعيدة ومباركة. وبنضع أبنائي وبناتي الإيه علامات الترقيم لا ننساها، وهي ولادة أختي الصغيرة. انتهت الفقرة بنضع نقطة. بعد ذلك يا أبنائي وبناتي دايما بتستخدم في الخطبة كلمة أود أن، أود أن، أود أن، أود أن أبدأ بحمد الله تعالى على ما رزقنا من فضله فصلا. فالأطفال نعمة من الله، وهم يجلبون السعادة والأمل إلى حياتنا فصل أو نقطة. يا أبنائي وبناتي انتهت الفقرة، نبدأ فقرة جديدة. أود أن أشكر أهلي.